هذا أخ يقول كنت نقرأ ابن عاشر وملي سمعتك قلتي أنه كذا كذا كرهت أن أقرأ كتبه. لا أنا راه ماشي قلت لك أنا ما تقراش الكتب ديالو، أنا قلت لك غير المقدمة العقدية التي ذكرها مقدمة أشعرية يقرر فيها العقيدة ديال علماء الكلام، والعقيدة ديال علماء الكلام لم يستفيد منها أصحابها، بل أصحابها أفضت بهم إلى حيرة وضلال. حال إمام الرازي، إمام الغزالي، إمام الجويني، هؤلاء هم الفطاحل الكبار في علم الكلام، ومع ذلك أفضى بهم علم الكلام إلى الحيرة والضلال ولم يهتدوا به، لذلك رجعوا إلى السنة. والإمام أبو الحسن الأشعري صاحب العقيدة التي تنسب إليه راجع كذلك إلى السنة، ورجع إلى مذهب الإمام أحمد في العقيدة، وهو أخذ العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني أنت ما تقرأش هذا الكتاب وحدك، أنت قرأ على شيخ باش يقول لك ها ما قاله المؤلف وها الصحيح في المسألة. يعني أنا ما نقول لك أنا ما تقرأش، ولكن نقول لك يعني قرأ على يد شيخ أمين يعلمك عقيدة السلف ويقارنها بينها وبين عقيدة الخلف ويبين ما فيها من الخلل. نعم.